برحب بالاستاذ دكتور حسن مهدي، استاذ هندسه الطرق والنقل بجامعه عين شمس. دكتور حسن، مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك والمشاهد الكريم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. شايف حضرتك ازاي الفيديو اللي احنا لسه بنعرضه دلوقتي بخصوص طريق الساحل الشمالي؟ يعني شايف ان في نقله نوعيه وحضاريه، وفي نفس الوقت ان شاء الله تعالى انسيابيه مروريه، و زي ما حضرتك اشرت تامين لحركه المحتاجين الى الكيانات المجاوره للطريق، لانه تم فصل المرور العابر من خلال مسارات للمتجه الى مطروح والمنطقه الغربيه، بيكون بيسلك المسار الرئيسي بسرعه مرتفعه، وفي طريق داعم من الجهتين بيخدم الكيانات المحيطه سواء اذا كانت قرى سياحيه او اي منشات، وبالتالي في تامين لحركه المستخدمين بشكل اكبر من اللي كان موجود، هينعكس ايجابا على تقليل معدلات الحوادث وعلى تحقيق اعلى معدلات الامان المروري، علاوه على ان دي يعني بتاتي في اطار ما تقوم به الدوله من تطوير وتوسعه المحاور والشرايين المروريه الرئيسيه. ويمكن خليني اقول ان ده في اطار من فتره كده من شهور كان دوله رئيس الوزراء اشار في عرض على فخامه الرئيس ان هناك خطه لتطوير وتنميه المنطقه الشماليه الغربيه من الجمهوريه، وكان في خطط ولا زالت تنفذ باستيعاب 30% من الزياده السكانيه، لان احنا زي ما حضرتك عارف 2.5 مليون مواطن في السنه، فهذه الزياده تتطلب يكون عندي بنيه اساسيه ويكون عندي شبكه مواصلات بشكل عام. طبعا ليس فقط الطريق اللي حضرتك اشرت اليه، لكن كمان الشيء يذكر القطار السريع، القطار الكهربائي السريع السخنه مطروح ايضا هيكون له دور في تنميه اكيد. فكره الالتزام بقى، الالتزام الخاص بي انا كقائد مركبه، دكتور حسن، ممكن الطريق يكون افضل طريق وطريق محترم جدا، في علامات ارشاديه، في يافطه واضحه جدا، ولكن دور المواطن هنا في الالتزام بده، لان ممكن لا قدر الله اي حد يحاول، انا اسف في المصطلح اللي هقوله، فكره الفهلوه ان هو يطلع من منزل او ينزل من مطلع، وده ممكن يؤدي المشكله. فهنا فكره الالتزام اهميتها ايه حضرتك شايف، خصوصا يعني في ظل طرق حره وطرق سريعه زي اللي احنا شايفينها؟ طبعا الالتزام يعني ثقافة، وفي نفس الوقت أمان للمواطن ولمستخدم الطريق. وخليني أقول لك إن برضو على مستوى العالم كله، نبعد عن مصر، ما فيش مدينة فاضلة في العالم، يعني لازم يكون هناك ما يسمى بالإنفورسمنت أو الرضع المروري، وده هيأتي من خلال ما تقوم به الدولة من نشر أنظمة النقل الذكية ومراقبة المحاور المرورية على مستوى شبكة الطرق القومية الجاري تطويرها، ده بنشوفه فعلا. فالنهارده لما يكون هذه الطرق مراقبه هيبقى في رضع مروري، وهيبقى في تصوير للمخالفه وتحديد للمسؤول عنها، ويعني دايما طالما في، عايز اقول، رضع مروري وتدخل لمنع المخالفه، لكن طبعا احنا بنقول برضه وبنهمس اذن المواطن انه يحسن من استخدام المرافق اللي الدوله دفعت فيها كثير من الاستثمارات لانجازها، وهذا الاحسان في الاستخدام، يعني النهارده ما نمشيش عكس الاتجاه، ما نركنش في مطالع الكباري، العربيه لما تكون فيها مشكله ما نمشيش بيها، لان هذا بيأثر على امن وسلامه المواطنين وباقي مستخدمي الطريق. طبعا كل هذه الامور لابد ان المواطن يعني يعيها ويلتزم بها. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ دكتور حسن مهدي، استاذ هندسه الطرق والنقل بجامعه عين شمس.